أهالي الضحايا حين الالتقاء معهم ماذا قالوا بالضبط؟ من يتحمل مسؤولية فاجعة الحمدانية؟ يعني يحملون ذوي الضحايا يحملون المسؤولية طبعا كما تحدث، يعني هم يتحدثون والصدمة ما تزال مسيطرة عليهم، لكن حديثهم كان واقعي، يطرحون التساؤلات التي هي بالتالي اتهامات مباشرة. لماذا لا يوجد في القاعة منظومة إطفاء حديثة؟ لماذا سقف القاعة من مواد قابلة للاشتعال السريع؟ لماذا لا يوجد مخارج كافية من أكثر من منفذ؟ هذه التساؤلات التي يطرحها الناس هي بحد ذاتها هي اتهامات بعدم وجود نظام سلامة وأمان. أكيد صاحب القاعة يتحمل المسؤولية بالدرجة الأساس، والمسؤول عن إعطاء الموافقات، ويعني هي ينطبق المثل إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. يعني آخر شخص التقيت به يحمل كل الحكومة المحلية الموجودة في القضاء هذه المسؤولية، يعني قال بالنص الجميع شركاء بما حدث لعوائلنا. فهذه تقريبا وجهة نظر ذوي الضحايا. قبل اللحظات أيضا إحدى العوائل بحالة لا أعلم إن وصلتكم الصورة عنها، أيضا سيدة يعني تعاني من حروق بنسبة 90% الجسد، يعني أكلته النيران وحيلت إلى مستشفى آخر، يعني لا أعلم إلى أين. هذه واحدة من الحالات، قد تكون إلى العناية المركزة لسوء الحالة الصحية. زميلتي أنوه إلى أمر، نحن مستشفياتنا أيضا كربانية ويستخدم فيها سندويتش بانل، وهذه أيضا مشكلة بحد ذاتها. يعني هذا واقع نينوى. نينوى كانت بطاقة استيعابية أكثر من 7000 سرير قبل عام 2014، اليوم نينوى بطاقة استيعابية قد لا تصل إلى 2000 سرير. المستشفيات التي بنيت، كان لدينا مستشفيات عملاقة مثل السلام وابن سينا والجمهوري، كانت تستقطب مرضى ومصابين من 6 إلى 7 محافظات في محيط نينوى ومركزها الموصل. اليوم هذه منذ التحرير حتى اليوم فقط 8 مستشفيات عوضت بطريقة كرفانية. جميع هذه المستشفيات كرفانية. المستشفى العام الذي هو مستشفى ابن سينا التعليمي رصد له أكثر من 300 مليار دينار عراقي منذ العام الماضي، وحتى اليوم الإجراءات الإدارية والروتينية ولا أعلم إن كان هناك مشاكل أخرى. تخيل أن السوداني وضع الحجر الأساس لهذا المستشفى، وطريقة الإحالة فيها مخالفة قانونية، وألغيت الإحالة من قبل المحافظة وأعيدت لتحال عن طريق يعني الوزارة في بغداد باعتبار المبلغ كبير. وضع حجر، يعني حجر الأساس، وضع حجر أساس لمشروع فيه مخالفة.